السلام عليكم واهلا بيكم في الفيديو ده. في الفيديو ده عايزين نعمل الغرزة دي اسمها القوالب المائلة. قوالب مائلة، الغرزة دي بتتعمل على 16 سطر، من السطر الاول للسطر الستاشر، وبتتعمل من عدد من الغرز تكرار العدد 16 زائد 3. 16 زائد 3 يعني تكرروا تضربوا 16 في 2 وتزودوا 3، أو 16 غرزة في 3 وتزودوا 3 غرز. أنا عملت عينة دي من 16 غرزة زائد 3. التلات غرز دول بيبقوا في الأول وفي الآخر، ما بتكرروش، اللي بتكرر 16، وبتتعمل على 16 سطر من الأول للستاشر. الأسطر الفردية الواحد والاتنين والتلاتة دي كلها، الواحد والتلاتة والخمسة والسبعة ده كله بتبقى من ناحية الظهر، بتتعمل بالغرزة المقلوبة. وبطرون الغرزة دايما بيبقى الشغل كله في وش الشغل وفي الأسطر الزوجية. خلاص يا جماعة، الأسطر الزوجية هي اللي فيها البطرون، وعشان تعملوها بتكرروها من الواحد للستاشر، من السطر الأول للسطر الستاشر. هنشوف مع بعض سطر بسطر الغرزة. عشان نبدأ الغرزة دي يا جماعة، اللي هي البلوكات المائلة أو القوالب المائلة دي، هي بتتكون زي ما قلت من 16 غرزة زائد 3، يعني ابتدينا اهو 19 غرزة. وكل الأسطر الفردية هنعملها مقلوبة، هي عبارة عن 15 سطر. فأنا هعمل أول سطر بالغرزة المقلوبة، يعني ابتديت 19 غرزة وابتديت أول سطر بالغرزة المقلوبة، وكل الأسطر الفردية هتبقى بالغرزة المقلوبة. هنشوف السطر التاني هنعمل فيه ايه. السطر التاني هنبدأه مع بعض، هو الأسطر الزوجية اللي هيبقى فيها الشغل والبطرون. نشوف مع بعض السطر التاني اللي فيه البطرون. أول غرزة هنعملها عدلة، ونشتغل أول غرزة عدلة. نشوف مع بعض اهو، وبعدين نسلت 2 كده، وبعدين نشتغلهم عدل، خلاص هنشتغلهم عدل، بعدين لفة. هنعمل كده 4 مرات، نسلت 2، بعدين ناخدهم عدل مع بعض، بعدين لفة لفوق، ادي تاني مرة، دي تالت مرة، نكرر. كده هنلف، نكرر كمان مرة، 4 مرات. نعمل الحكاية دي ان احنا نسلك 2 ونشتغلهم مع بعض، بعدين لف. عملنا كده 4 مرات. بعد كده هنعمل 8 غرز مقلوبين، ونكرر اللي بنعمله ده، وينتهي السطر ب2 مقلوبين. هنعمل 8 مقلوبين، 6 2 4 6 8، وينتهي. ونكرر ده اللي هو نشتغل 2 عدل مع بعض ولف 4 مرات و8 مقلوبين، ده بيتكرر كل السطر، وينتهي السطر ب2 مقلوبين. انا طبعا عاملة واحدة من الغرزة 8 مقلوبين، وده بيتكرر بقى، الجزء اللي بيتكرر يا جماعة اللي حصل ده كله، ما عدا الغرزة العدلة اللي في الأول دي بتبقى في أول السطر، والاتنين مقلوبين في آخر السطر، وكل ده بيتكرر مع تكرار لما أنا أعمل اللي هما 16. ده تكرار، أنا عاملة نموذج على 16
على 16 غرزة وتلاتة إضافيين اللي هما الغرزة الأولى والاتنين اللي في الآخر. خلاص عملنا السطر التاني اللي فيه البطرون الغرزة. السطر التالت هيبقى مقلوب، كل الأسطر الفردية مقلوبة. هعمله هشتغله وهنشوف مع بعض. السطر الرابع فيه بطرون الغرزة، هنكمل نشوف هنعمل ايه. هشتغل الأسطر اللي من ناحية الظهر ده اللي هو الفردي، اللي هو التالت ده هشتغله مقلوب. هخلصه ونشوف مع بعض السطر الرابع. خلصت السطر التالت بالغرزة المقلوبة، هنيجي للسطر الرابع. هيبقى زي السطر التاني، التاني والسادس والثامن نفس الحكاية. خلاص يا جماعة بيبقوا نفس الحاجة، نفس التكرار. هنشوف مع بعض السطر الرابع برضو، برضو أول غرزة عدلة تكرار زي السطر التاني. الرابع والسادس، التاني والرابع والسادس اهو تكرار نفس الحكاية. أول غرزة عدلة، بعدين غرزتين دول بنسلتهم، هنسلت دول كده زي ما عملنا في السطر التاني. اشتغلهم عدل مع بعض. لف بكرر تاني 4 مرات. اشتغلهم مع بعض. لف كرر 3 مرات. هعمل كده 4 مرات. لف كمان مرة. خدهم مع بعض. لف. عملنا كده كم مرة؟ المفروض 4 مرات. ادي كده 1 2 3 4. خلاص ادي اللفة. بعد كده 8 مقلوبين، 8 مقلوبين. المفروض اطلع الخيط كم مرة لفوق عشان اعمل الغرز دي؟ 8 مقلوبين. بنتهي ده بيتكرر، بنتهي السطر، بنتهي السطر ب2 مقلوبين. الغرزة الأولى العدلة وال2 مقلوبين في الآخر دول ثابتين. تكرار للي أنا عملته اللي هو سلت 2 عدل لفة وال8 المقلوبين. بعد كده من ناحية الظهر مقلوب اللي هي يعتبر السطر الخامس ده، هعمله مقلوب ونشوف. السطر السادس هيبقى زي برضو التاني والرابع. خلصت السطر الخامس من الظهر من اللي هو المقلوب، وهنشتغل السادس. هنشتغل السادس برضو زي التاني والرابع. أول غرزة عدلة سلت، نسلت 2 ونشتغلهم مع بعض عدل. بعدين لفة، نسلت نسلت، نشتغلهم مع بعض عدل. لفة تاني مرة اهو، هنعمل كده 4 مرات. دي 3 مرة. لفة دي 4 مرة. خلاص اشتغل 8 دول مقلوبين. الغرزة سهلة يا جماعة، هو تكرار. اشتغل دول مقلوبين لفة، وبعدين اطلع لفوق عشان اشتغل دي مقلوبة. 1 2 3 4 5 6 7
8، ده اللي فات ده كله بيتكرر، والاخر ينتهي السطر ب2 مقلوبين. هنشتغل التاسع كله مقلوب، ونشوف مع بعض العاشر وال12 وال14 هيبقوا زي بعض. خلصت التاسع مقلوب وجينا للعاشر، العاشر وال12 وال14 وال16 هيبقوا زي بعض. ايه فيهم؟ هيبقوا متغيرين بقى على التاني والرابع والسادس والثامن. هنعمل ايه؟ هنشتغل اول غرزتين مقلوبين في اول السطر، مش بيتكرروا، 2 مقلوبين، واللي بيتكرر هو اللي جاي. 8 مقلوبين، 1 2 3 4 5 6 7 8، وبعدين لفة، 2 مع بعض عدل لفة، يعني انا هخلي الخيط لفوق فيحصل لفة معايا، 2 عدل مع بعض اهو كده بالطريقة دي 4 مرات، لفة يعني الخيط لفوق و2 عدل معاه. ادي تاني مرة لفة، 2 عدل معاه. ادي تالت مرة لفة، 2 عدل معاه. 4 مرات وينتهي السطر بواحدة عدلة. اشتغل السطر من ورا، هيبقى كله مقلوب، اللي هو ال11 وال13 وال15، ونيجي للسطر ال12، هيبقى زي العاشر، 12 14 و16 زي العاشر. هخلص السطر المقلوب ونيجي لل12. 12 جينا لل12 يا جماعة، هيبقى زي العاشر. اكرره معاكم تاني عشان بس نتأكد، اللي هو ايه؟ 2 مقلوبين، 2 مقلوبين ما بتكرروش في اول السطر، بعدين 8 مقلوبين، هما دول بيتكرروا حسب ما انا عاملة تكرار ل16 غرزة. 8 مقلوبين، ادي 2 ما بتكرروش، ادي 3 4 5 6 7 8، بعدين لفة يعني الخيط لفوق و2 عدل معاهم، 4 مرات هعمل كده، خدتوا بالكم؟ لفة يعني الخيط لفوق و2 عدل معاهم، تاني مرة لفة 2 عدل معاهم، تالت مرة لفة 2 عدل معاهم، رابع مرة، وينتهي السطر بإيه؟ بغرزة عدلة. خلاص بقى، يبقى العاشر يعادل ال12 وال14 وال16 بيتكرروا بنفس الطريقة، وكل الأسطر الفردية بيبقى مقلوبة من ناحية الظهر. وبكده تخلص الغرزة، أنا هكررها وأوريها لكم. بنكررها من أول السطر الأول للسطر ال16. ده شكل الغرزة يا جماعة بعد التكرار، بعد ما كررت من السطر الاول للسطر ال16 كمان مرة اهو، يبان اكتر طبعا حسب لو مكررين بقى مساحة طويلة من الغرز، مكرر يعني ال16 غرزة بتبان اهي. غرزة القوالب المائلة يا جماعة، كررت تاني من السطر الاول لل16، دي شكلها. يا رب تكون فهمتوا الغرزة معايا، وأي سؤال أنا على استعداد، ومع السلامة في فيديو تاني جديد.